نظمت مديرية الصحة بأسوان قافلة علاجية مجانية بقرية فارس التابعة لمركز كوميمبو في أسوان ضمن المبادرة الرئاسية حياة كريمة. ضمت القافلة 10 تخصصات مختلفة وقامت بتوفير أكثر من 130 نوعا من العلاج الذي تم صرفه بالمجان، كما تم تحويل عدد من المواطنين على المستشفيات التابعة للمديرية لإجراء جراحات متنوعة وعمل أشعة رنين مغناطيسي ومقطعية. احنا النهارده في قريه فارس التابعه لمركز كومبو بننفذ القافله الطبيه على مدار يومين، النهارده وبكره ان شاء الله. احنا القافله الطبيه عباره عن مستشفى ميداني متحرك بنتوجه للقريه المستهدفه. القافله الطبيه بتضم 10 تخصصات طبيه مختلفه، بتضم معمل الطفيليات ومعمل الدم، بتضم الاشعه العاديه واشعه السونار، بتضم صيدليه فيها اكثر من 130 صنف بالمجان. الكشف والعلاج في القافله بالمجان بيتوجه المواطن للحصول على الخدمه الطبيه المطلوبه في التخصص المطلوب، بيقوم بتوقيع الكشف الطبي عليه الدكتور الاخصائي او الاستشاري في كل تخصص.